السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله بتكونوا بصحة جيدة يا رب. كل الشكر للي تابعونا بالمشاهدات واللايكات والتعليقات، واللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة. الشكر الخاص للمتبرعين ميزة شكرا، واللي ما بيستطيع عن طريق ميزة شكرا في اللي هو رابط الواتس تبع في أسفل الوصف. اليوم الفيديو راح يكون في منطقة بتكون بين مشروع بيت لاهي وبين المعسكر، هي تابعة معسكر وفي نفس الوقت على حدود المشروع بيت لاهي. فقال لي أخوي هذا متواجد في الجنوب طبعا، هذا شفته، قال لي بدي بالله عليك تروح تشوفها. قلت حاضر ما دام قريبة في المكان نطلع بنشوف. زي ما انتم شايفين طلعت مش الشقة ممسوحة، المربع كله ممسوح بدون استثناء، مستهدف مش مستهدف كله ممسوح زي ما انتم شايفين، مربع كامل فوق 300-400 دار في المربع هذا، كل لقيتهم زي هيك زي ما انتم شايفين. حسبنا الله ونعم الوكيل. بتمنى منكم يا اخوان لما تحضر الفيديو بيجي اعلان على الفيديو، هو المربح الاغلب اكتر من الفيديو بيجي من الاعلان اللي بنزل على الفيديو. احنا بدنا نحضر الاعلان مش عشان خاطر الاعلان، عشان خاطر احنا نستفيد من الفيديو ويطلع. وبارك الله فيكم، وبتمنى طبعا مشاركة الفيديو. نهاية الختام، اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة، وبتمنى من الجميع انه لما بيحضر الفيديوهات تبعتي يحضرها للاخر على اساس انها تعطي مفعول ونستفيد منها في القناة. وبارك الله فيك.